متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس. المناضلة جلسوا يستمعون إلى صوت هذا الطفل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاهم خير. هذا الأخ ما شاء الله اللي سمعتم قبل قليل صوته، وصراحة من حمة القرآن، أسأل الله عز وجل أن ينفع به. عندك قناة على القرآن اليوتيوب؟ نعم. ما شاء الله، وش اسمك الكريم؟ علي عبد السلام يوسف. الله ينفع بك حبيبي، الله ينفع بك. صراحة أول ما دخلت المسجد كل طفل صغير ما بصلي، بشوف قراءته ثم أجي، لكن لما سمعت الصوت والله تأثرت. أسأل الله عز وجل يثبته ويوفقه.